قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، مستمعي ومشاهدي راديو وتلفزيون دبنجة في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. قضايا الشباب هذه الحلقة بمشيئة الله من إقليم النيل الأزرق هيكون حنتناقش فيها حول مبادرة الشباب النيل الأزرق للسلام والتعايش. الحديث أكثر حول هذه المبادرة معي داخل الاستوديو أستاذ إيسار حسين والأستاذ أنور بشير، أهلا بكم.
أكيد نحن يعني في خواتيم الحلقة دي من قضايا الشباب إيثار، يعني خلينا نتكلم عن دور الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مبادرة شباب النيل الأزرق للتعايش السلمي.